من يملك القطب الشمالي؟ في إطار القانون الدولي لا يوجد بلد يملك القطب الشمالي، وكل المعاهدات تشير إلى أن لا أحد يملكه، لكن واقعياً هناك 5 دول فيه هي روسيا وكندا والنرويج والدنمارك وأمريكا. روسيا خطها الساحلي يمثل 53% من ساحل المتجمد الشمالي، لذا اعتبرته جزءاً لا يتجزأ من إقليمها. لكن أتعلمون أن المسافة بين روسيا وأمريكا هي 4 كيلومترات فقط؟ وأن الدولتين تلتقي حدودهما في القطب الشمالي، لذا أمريكا أيضاً تعتبر أن لها الحق فيه. لكن ما أهمية القطب الشمالي ولما الصراع حوله؟ تحوي أراضي القطب الشمالي ثروات هائلة من النفط والغاز تقدر بنحو 25% من الاحتياط العالمي، والتغييرات المناخية وذوبان الثلوج أظهر المزيد من كنوز وثروات القطب، فأصبح منطقة مستهدفة للقوى الكبرى. ولأن روسيا من أوائل الدول التي استطاعت استخراج النفط والغاز فيه، بدأت بعسكرة القطب، فردت أمريكا بنشر جنودها في ألاسكا. واليوم وبعد أزمة الطاقة الخانقة والتي يظهر فيها عجز شركات الغاز العالمية عن تلبية الطلب المتزايد، تتجه الأنظار بقوة إلى أرض الكنوز والثروات، أرض المتجمد الشمالي. فمن سيكون الأسبق في اقتناص هذه الثروات؟